قبسات في رحاب الحسين عليه السلام. ثورة الحسين ثورة إصلاح حقيقية، إن منهج الإمام الحسين عليه السلام في الثورة والتضحية التامة الكاملة الشاملة الكبرى، كان له الدور الرئيس في الحفاظ على الإسلام ومبادئه وأركانه الأساسية. فلولا التضحية والثورة الحسينية الكبرى لتمكن يزيد وكل من خلفه من زعماء الشر وطغاته من أن يفعل ويعمل ويتمكن من طمس كل المعالم الإسلامية وتهديم كل أركان الدين ومبادئه. وهذا ليس بغريب ولا بمستبعد، حيث أن معاوية قد عمل وعمد على طمس الدين بمخالفة العديد من المبادئ والأحكام والأركان الإسلامية، فقد أباح الخمور شربا وبيعا وتجارة، وأباح لبس الذهب، وخالف النص القطعي بأن الولد للفراش فادعى زيادة، وأباح بل أوجب سب وشتم ولعن أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها من الموبقات والانتهاكات والقبائح والمنكرات. هذا معاوية، فما بالك في يزيد الذي كان معلنا للمنكرات والفواحش، وكانت أفعاله معلومة ومشاعة في المجتمع الإسلامي. فالثورة الحسينية أرغمت يزيد نفسه على ادعاء الإسلام والتظاهر به، ولولا ذلك لطمست معالم الإسلام إلى الأبد. مقتبس من بحث الثورة الحسينية للسيد الأستاذ الصرخي الحسني.